التصدعات التي تسبب بها البحث عن قانون الانتخاب أحدثت حفرا عميقة حرفت المساعي عن القانون نفسه لتنصب على كيفية استرضاء الزعلانين وعلى عدم خدش حساسيات المتحسسين وصولا إلى محاولة غسل قلوب المتخاصمين. لكن هذه المساعي لن تترجم غدا في مجلس النواب مع انعقاد اللجان النيابية المشتركة بغياب نواب تيار المستقبل نتيجة مشاركة وزراء في الجلسة. في المقابل برزت إمكانية تمديد عمل اللجنة النيابية الفرعية 15 يوما في انتظار محاولات استيراد قانون انتخابي ولسخرية القدر خارج البرلمان وبعيدا من اللجنة الفرعية. وكان مجلس الوزراء فرمل اندفاع وزير الداخلية بإرجائه إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وسط تشكيك بعض الوزراء في أن الحكومة لا تنوي إجراء الانتخابات. رئيس الجمهورية في هذه الأثناء يواصل حربه على رافضي إقرار قانون الزواج المدني، وهو حاول مدعوما من المجتمع المدني إخراج المسألة من تحت العباءة الدينية التي تسعى إلى خنقها في المهد ووضعها في إطارها القانوني المرتبط بأبسط حقوق الإنسان والتي تتيح له اختيار نهج الحياة الذي يريد. في الشق الآخر من السعي إلى حل الأزمات الوطنية ذات الصلة بالحرب السورية، يتوجه الرئيس سليمان إلى الكويت غدا للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة، علّه يحظى بمساعدات مادية تخفف عن لبنان عبء اللجوء السوري الكثيف، بينما يتوجه الرئيس ميقاتي إلى تركيا بحثا عن حل لملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا. نبدأ من اجتماع اللجنة الفرعية مع الزميلة دونيز رحمي فخري. تولى النائب روبير غانم مصالحة النائب أحمد فتفت مع النائب ألا عون، وأصر الجميع على أن يتبادل القبل. فمر تقرير اللجنة الفرعية الذي تضمن خلاصة الآراء والاقتراحات التي تم التداول بها على مدى 3 أسابيع مر من دون أي تحفظ. الانطباع الذي خرج به الرأي العام في الجلسة الأخيرة لم يكن الانطباع الصحيح عن مجريات البحث الذي تناولته اللجنة طوال هذه الجلسات، وهذا مؤسف. الموافقة على التقرير لم تكن مفاجأة الاجتماع، إنما المفاجأة كانت في الاقتراح الذي تقدم به النائب جورج عدوان في ختام المداولات، طارحا تمديد عمل اللجنة الفرعية لمهلة 2 أسبوع للبحث حصرا بالقانون المختلط، على أن تكمل اللجان المشتركة بالتوازي البحث بالقوانين الأخرى. وشرح عدوان أنه إذا تم التوافق على هذا الاقتراح لن يكون هناك ضرورة لحضور الحكومة اللجان المشتركة. اقتراح عدوان ترك ارتياحا لدى البعض، ومنهم ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي بزي، فيما استمهل النائب ألا عون ومعه النائب علي فياض العودة إلى قيادتيهما قبل الإجابة. وبحسب المعلومات سأل أحد النواب عدوان كيف يمكن أن تعود الحكومة عن قرارها بالمشاركة في ظل دعوة موجهة لها، فأجاب إن توافقوا والموضوع يحل. لكن نائب عون رد معتبرا أن غياب الحكومة يعني أننا نتبنى موقف المستقبل من هذه الحكومة وأننا نساهم في تعطيل عملية التشريع، وسأل لماذا تطالبون الحكومة بأن تتنازل من أجل قانون الانتخاب ولا تطلبون من تيار المستقبل ذلك. وأوضح عون أن موقفه من التمديد لعمل اللجنة الفرعية يتوقف على كيفية استكمال التشريع في اللجان المشتركة. أهمية هالطرح أنه إذا قدرنا نتوافق عليه قبل بكرة، مش ضرورة بكرة الحكومة تكون حاضرة، لأنه هيدا الاجتماع فقط لحتى يقرر هالشغلتين، وبالتالي رفاقنا بتيار المستقبل بيحضروا. أهمية هالطرح أنه بالنسبة للمستعجلين ونحن منهم مثل التيار العوني، الوقت ما عم بضيع لأنه منكون عم نبحث القوانين باللجان المشتركة. أهمية هالطرح أنه اليوم حصراً منكون عم نحكي بالمختلط لنوسع المساحة. نحن كحزب كتائب منأكد أنه أي خطوة تقدر ترجع تجمع اللبنانيين على قانون انتخابي عادل يؤمن المناصفة نحن رح ندعمها، وأي خطوة تؤدي إلى مشاركة الجميع
بصياغة هذا القانون نحن رح ندعمها بالتأكيد. بغياب الحكومة نحن هنكون حاضرين باللجان المشتركة، عدا أنه إذا اللجان بدها تستمر من جهة أخرى بدها تناقش بقية المواضيع خارج إطار حضورنا، نحن ما بنقدر نلتزم بشيء اللي بتبتو اللجان المشتركة. لم يلهب النائب على عون هذه المرة المنبر معتبرا اللا جديد يقوله. أما النائب علي فياض فسأل عون قبل أن يغادر، إذا ما رح تحكي خليني فل لأني كنت ناطرك بركي عملت مشكل.